اسمه بحضرتك؟ انا دكتور احمد حسين، استاذ مساعد اشعه تناسليه بكليه الطب جامعه عين شمس. كنا عاوزين نعرف حضرتك المؤتمر النهارده هيناقش ايه؟ هو ده مؤتمر الجمعيه المصريه لسرطان الكبد. الجمعيه المصريه لسرطان الكبد ده ثامن مؤتمر او ملتقى علمي ليها، هي بتضم كل التخصصات المهتمه بسرطان الكبد، الجراحه والبطنه والجهاز الهضمي والاورام والاشعه التناسليه. المؤتمر بيناقش احدث اساليب التشخيص وعلاج اورام وسرطان الكبد. هو المؤتمر اليوم يعني هيقدم جديد في هذا المجال؟ طبعا جديد في كل المجالات، سواء في مجال الاشعه من خلال التشخيص او الاشعه التداخليه، ومجالات الجراحه التكنيس اساليب الجراحه الجديده، والامراض البطنيه بيناقش علاج فيروس سي وازاي ده اثر بصوره كويسه جدا على تقليل نسب الاصابه بالتليف الكبد، وبالتالي تقليل نسب الاصابه بسرطان الكبد. طيب هو في ناس محاضرين دوليين هيكونوا في المؤتمر بتاع اليوم؟ محاضرين موجودين من بره، طبعا من كل انحاء مصر موجودين، من كل الجامعات المصريه ومن بره مصر. من بره مصر. شكرا لحضرتك يا دكتور.